مزيكا فام الإذاعة الأولى في تونس. هدية من السماء انك تكون لاعب الشهر في التوقيت هذا يا رامي. من السماء؟ علاش من السماء؟ هبطت حدا؟ لا بيان سور، هذه مش من السماء، هذه ثمرة مجهود، ثمرة عمل. دونك عجبي هي جت في وقتها. نحكي على التوقيت، يعني سبحان الله البوليميك عدم دعوتك للمنتخب الوطني التونسي، وانكو الصحفيين والمصوتين من الجمهور الرياضي يختارك لاعب الشهر وانت حارس المرمى. نتصور برشا تونس يفهموا الكوره ويتفرجوا في الكوره، فهمتني؟ دونك الفوت هذا معناها ما جاش بالازار. تعرف الفوت هذا ما فيهش كان جمهور جمعيتك، فيه جمهور معناها التونسي بصفه عامه. حاجه باهيه، حاجة تطمن، وحاجة تخليني نزيد نخدم ونزيد نعطي كل ما عندي إن شاء الله في المرحلة الجاية. خلينا نحلوا هالدوسي الكبير هذا تاع المنتخب الوطني التونسي. شنو المشكل بالضبط؟ إذا كان فما مشكل من وجهة النظر نتاعك أنت. والله شنو نقول لك، معناها سؤال في بلاصتو. شنو المشكل؟ أنا نتوما ما نعرفش شنو المشكل. شكون اللي تتصور ينجم يجاوبك على المشكلة هذه؟ ما نعرفش. أي واحد ينجم يجاوبني أنا ما نشوفه. يقال حسب اللي ربما هذه اللي خلقت شوية بوليميك زادة حتى في أنه عندك ان بروبليم دو في داخل المجموعه، هل صحيح هذايا؟ كل جون دو بروبليم لانتيغراسيون، ما نعرفش لا كوزين انترن تاع لي ناس، حتى نوضحوا او ما يقال ما يتردد، خلينا نوضحوا للناس شنو فما منه الحكايه هذه. فما بروبليم دو تاع انتيغراسيون في الجروب، جو الجروب. بس نجاوب تو سامبلومون. اليوم في كاريري نجحت بطريقة ما بالزهر باللي تحب انت، معناها نجحت. نشوف روحي الزهر ما نشوف روحي نجح، الخدمه تنجح، خاطر ما تنجمش الكارير نتاع سبورتيف ما تنجمش تجيب الزهر. كوره بالزهر عملت البدايه نتاعي، البدايه نقول البدايه الكرويه الباهيه، معناها الفتره الباهيه بدات مع الملعب التونسي 2008 2009 الى يومنا هذا. عملت 3 سنين مع الملعب التونسي، توا 6 سنين مع نادي نانسي. نجمش تكون عندي مشكله بتاع انتيغراسيون؟ مستحيل. مردود على اصحاب الكلام هذا، ما عنديش مشاكل بالجروب الحمد لله. عمرك سمعت بها عملت مشكله في السياسي؟ انت هكا صحافي هزيتش انا تليفون نهار حكيت لك حكايه؟ جم مستحيل. جم أقوي المردود على أفعالها، واللي عنده حاجة على رم جريدي أنا هاني موجود. به المشكل تراه فني، دونك ما فماش المشكل هذا سواديزون اللي يحكيوا عليه، تراه مشكل فني ولا شنو بالضبط؟ ما نعرفش سانسيرمون، ما نعرف. جوغي بريفيري معناها يعيطوا لي يحكيوا معايا فرقوا لهم انا فهمني. كان انا اخويا ثبتت علي حاجات اخويا، انا مستعد نبطل الكوره في تونس. في تونس نبطل الكوره؟ تحس روحك مظلوم؟ ما نحبش نلعب دور الضحايا، نحبش نلعب دور الضحية، ومنحبش اللي نبكي على الأطلال. أنا نعرف روحي الحمد لله يا ربي، وثيقتي في ربي كبيرة، نخدم على روحي ضمير مرتاح. المشاركة في المونديال حلم كل سبورتيف بيان سور، وربما الكارتوشة الأخرانية بالنسبة ليك وبرشا ملاعبين. عادي عادي
عادي كرتوش اللي خلاني علاش باش نموت من بعد لا نحكي على المشاركه في المونديال لا اخويا نحب نشارك في المونديال بيان سور مازال عندك امل تخلط ديما الامل موجود نخدم على روحي وديما الامل موجود جاي المونديال مرحبا ما جاش كارييري مستمره قدامي وفما ناس تحبني و ابري تو معناها نخدم للجمعيتين يا ديدا سبيغ سيكو ما وجدتش على تفسير على توضيح من عند نبيل المعلوم سي لوجت ما وصلتش لحاجة اللي نحب عليها كونتاكت ديريكت ولا كونتاكت ديريكت مع سي نبيل حبيت نفسر له اللي يمكن بعض الأقاويل اللي كنت تحكي فيها انت قبيله مش صحيحه وانا هاني موجود معناها قلت لك انا الملاعب موجود في اخر تصريحاته قال ربما ركز اكثر نبيل معلول على انه شوا شوا نحترمه شوا فما دي جارديان اخرين معايا في تونس ما نلعبش واحد ابريتو فهمتي فما جارديانات اخرين فما المتالق فهمتي عيط لهم دونك نحترمه شوا الجمهور تبدا شوا هكا ما تنجم تقول حتى شيء عبد اخويا جمهور المنتخب اختارك في القائمه نتاعو شنو تقول له يرحم والديهم نشكرهم برشا ناس سيسير كو مش بارازار سيسير مش على سواد عيناي هما يمنوا اكثر مني معناها حاجه اسمها خدمه جمهور السياسات شق كبير برشا قاعد يدز معاك شنو تقول له انا اليوم رجعت جراس زوز من الناس اللي هو جمهور نادي الاتسفيرتي والكوتش لسعد الدريدي هذوما زوز اكثر ناس معناها دافعوا عليا في وقت كنت فيه انا بعيد شويه على الميادين لي برشا اسباب فهمتني وسبب الاولاني والاخراني مش خاطر ما حكيت مع جماعه الكلوب خاطر ما حكيتش مع جماعه الكلوب دونك التروفي هذا سي الجمهور سي اس اس ولسعد الدريدي اذا كان عندك ميساج تحب تعديه توا في قلبك شكون تحب توصله لشنو تحب تقول عندي ميساج نوصله لروحي نقول لروحي اللي بالخدمه توت اي بوسيبل كان بالخدمه وميساج للناس اللي تبقى تتفرج فيك وتسمع فيك توا شنو تقول لهم نشكر مع الثقه نتاعك ان شاء الله من حسن الى احسن التروفي هذا تنجم تلوج عليه مره اخرى سنه هذا متاع شهر طموحاتي ديما اللوج تاع كان جات فما معناها للجارديانات ناكد لك معناها صبايط خسيغي ميرسي هاي شكرا الصحه مبروك